يا اصحابنا بقى، سيبكم من مريم النهارده. بصوا انا جايب لكم النهارده اعلان لكرتون جديد احنا عاملينه. بصوا ده اسمه الارنب ارنوب. ماشي مجنن. بصوا هيعمل ايه، مجنن الظابط. الظابط هياكل. بصوا هيعمل ايه، هو دلوقتي احنا بنزرع. بصوا نزرع ازرع بقى يا ارنوب. ايه يلا يا ارنوب. الظابط برضك خد تفاح، سلق تفاح. طب هو اشمعنى احنا نزرع هنا اهو، والتانية بصوا اصحابنا نعمل ايه، وبعد كده نسقيها ميه. طبعا نازل الميه ونحط بس ده ايه الورد كده نص ميه. لازم نسقيها ميه صح يا اصحابنا الحلوين. الايديات دي مش عايزه تتفتح، مش عارفه ليه يا اصحابنا. شويه كده ما تلفوش، خليه ياخد التفاحات. حاجه جديده اللي احنا بص هناخد ايه. ايه ده انت بتديها له ليه؟ شاطر. واو. طب تعالى هات التفاحه دي بعد اذنك. خد يا عم ظابط التفاح. هو اشمعنى هو؟ اهو عشان هو معاه، بصوا معاه سله عمال ياخد فيها الفاكهه. اهو اديله اخر تفاحه. خلاص كده الشجر خلص بقى. ما تمشي. ده هو ماشي قريب عايز مني. خلاص ماشي. احنا عايزين نعمل ايه تاني؟ كان في هنا حاجه. بصوا بصوا دي الفيلا بتاعتنا. ها ايه رايك اصحابنا فيها؟ هنفتح دي. هنفتح دي اصحابنا في الحلقه الجايه بقى. هنفتح ده بيتنا. بس مش هفتح الباب بتاع الفيلا بتاعتنا دلوقتي. ليه؟ بصوا تعالى نلعب مع الفراشات اللي هناك دي، نلعب معاها شوية. الله حط مية حط مية حط مية حط مية حط مية. لا دي فراشة. دي ايه دي يا نونا؟ فراشة. ده طالو. حط مية دي. حط مية هنا. ايه ده؟ ده في حاجات تاني عشان كده عايزها. عندها في عنب. في عنب. ده ايه ده؟ شفت في عنب احمر. في عنب تاني اهو. ده فراوله. فراوله كمان وعنب احمر. ما كناش. لا ده فاكهه شايفه. توت؟ ممكن تصدقي؟ صراحه عشان شكل التوت. ايه التوت ده؟ تعالى نقعد 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 كله. ونيجي لعمو بقى اللي عمال يلم. لا خد يا عمو. هو تكت يتغلط؟ لا ده عايز فيلا دي كلها. خد يا عم كسر العلن. كسر العلن. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا خلصنا على الاكل كله. هو هياكل كل دبته. صح خد منه السله. ايه ده؟ وديتها فين يا عمو؟ انا عايز دي. ايه خد دي يا عمو. خد يا عم. الفراولة اللي جابها هنا دي. دي العم. اهي دي العم. دي العم. ما تاكلها يا شاه. دي العمو. لا في واحدة تانية. خد واحدة تانية. اهي مكلهاش. دي العم. احنا ادينا له كل الفاكهة. امشي بقى يا عم. خلاص بقى. ايه ده؟ في حاجة حشرة تلاقيه بياكل الحشرة. مش بينزل ليه؟ ايه ده؟ احنا رشينا مية يا عم. تعالى هنا يا عم عشان نعمل رش ميه. ايه ده؟ تلاقيه بياكل الحشره ديت. ايوه رش بقى ميه يا عم. رش ميه يا حبيبي. انت بتسيبها ليه؟ ما بيرشش. انت كنت بترش. واو ايه ده؟ نزرع. شفتوا يا اصحابنا الحته دي يا اصحابنا؟ شفته؟ ايه طلع زراعة هنا اهي. نزرع يا بابا. نزرع. لا احمر. النون بيقول عايز. الله لا زرعة جميلة. انبسط.
تحطي رشه تانية معايا. خدي خليها في ايديك رشي بيها بقى. مش عايز رشه انت يا بابا. رشه خدي ليه يا بابا؟ ده سرق ومشي. ده بيعمل ايه؟ يا ريت بس. واحد اتنين نبدا بقى. ده ايه ده؟ انت جايب التخلف بس بس ايه ده يا نونا؟ بس قول له بس. اسكت. قول له بس. بس ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس بس فاجر بس. دي تروح فين؟ يا ريت ارحمنا لو عجبتكم تدخلوا على قناتنا وتتفرجوا على خروف العيد. بابا تاني صح يا بابا؟ استنى دخلوا البيت؟ حرام. ايه ده؟ البيت؟ بيت؟ بص احنا دخلنا كده ايه؟ الفيلا. لا افتح الشباك عشان الجو ايه؟ حر. ايه ده مامته؟ الله. ايه ده مامته وصلت؟ لا عاملين له حفلة عيد ميلاد. آه. ايه ده يا صحابنا؟ شفتوا امه؟ ده احنا هنعمل التورتة. هنكسر الايه؟ البيت. نكسر البيت؟ ناكله الصبح. هنكسر ايه يا نونا؟ البيت. البيت ايه ده؟ البيت. البيت. كده نحط عليه ايه بقى؟ لبن. لبن. حليب. حليب. طبعا كده نحط عليه ايه؟ لبن حليب. نقعد ونقلب. ميه. يلا قلب قلب. يلا قلب 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 قلب. نحط عليه فاكهه. انا بحبه بالفراوله. نحط عليه فراوله. بتحب اللبن بالفراولة. ايه ده؟ ده الحاجات اللي احنا جبناها. اه انا بكل. نحط عليه تفاحه. تفاحه. ونحط عليه ايه ده؟ تلاقي بابا. ونحط عليه ايه؟ تلاقي بابا. بلح. ايه ده؟ جوافه. جوافه. يلا نقلب نقلب يا اصحابنا. نقلب جامد جدا. ايوه. بعد كده ايه بقى نعمل ايه؟ يلا لسه فاضل له حاجات تاني. استنى يا اصحابنا نعمل ايه؟ مامته جت اهي عشان تساعده. جابت له الصينيه وندلق كده كده كله في الصينيه. يلا ناخد الصينيه نشيلها بقى. ده مامته بصوا عشان لازم الكبيره ولا يحطها في الفرن. لازم. يلا نشغل الفرن بقى. اوه بقت كيكه كبيره جدا. طب يلا نطلعها من الفرن بقى. الله لسه بقى نزينها. لسه نزينها. نزينها بقى كده. بص بص هنعمل ايه؟ يا ريت امك لسه بقى نعمل ايه؟ بصوا سوسو سوسو سوسو. هنعمل الوان اصحابنا الحلوين. تختار اي لون عجبك. الابيض. بص بص هنعمل ايه؟ اي لون عجبك؟ ده مش الوان يا بابا. نحط عليها فراول. الله. لا التوت احلى. التوت احلى عشان لون الايه؟ عشان لون اللزق. هابي بيرثداي تو يو. الشمعة. فين الشمعة؟ هابي بيرثداي تو. ايه ده عليك؟ هابي بيرثداي تو نونا. هابي بيرثداي. يلا ناكل بقى التورته. كل يا بابا. حالا انا وشيفا. كل يا نونا. اكل عيد ميلاد وليلة. اكل عيد عيال. كل يا بابا. هي مفصل. هي انا. كل. كل. هي يلا كل. التورته دي مش بتخلص ولا ايه؟ مش عارفة. نديها لبابا ولا نديها لنونا؟ لا بابا امها. لا نديها لنونا. تورته جميله تحفه. شكرا جدا جدا على التورته الحلوه. على تيتي. فين بابا؟ عايز اشوف بابا. اهو. فين بابا؟ اخش شوف تاني بابا ولا مامته. امسك كده مامته. استنى كده شكله في يغسل مويل ولا ايه؟ اغسل ايديك بقى يلا. اغسل ايديك. لا يغسل مواعين. يغسل مواعين؟ ما تلفوش بس. ما تجيش تخلف بقى. ده جاي تخلف تاني. لا وديه لحد المطبخ. ما هو خلاص كده المطبخ خلص. لا لسه. بس انا ده هنخش الاوضه. وريني.
طلعوا فوق السرير. لا دي الفيلا بتاعتنا دي. الله دي الصورة دي ده أنا. ممكن تقعد هنا؟ اقعد هنا؟ ولا أقول لك لا مش قاعدك هنا. لا اقعد هنا. عشان الكرسي فيه إيه؟ كتاب. أيوه. أمسك 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 كتاب. أيوه. كان يا مكان كان في زمان أرنوب جميل وحلو. وهو الأرنوب دوت كان بيحب مامته جدا. وفي مرة من المرات طلب من مامته تعمل له تورته. طلب مامته تعمل له ايه؟ تورته. مامته قالت له يا حبيبي يا أرنوب نفسك تاكل تورته؟ قال له اه يا ماما. قالت له يلا ادخل بقى انت اللي تعملها. دخل يا عيني الأرنوب في الدنيا يعمل ايه في التورته؟ يكسر البيت، حط الحليب، حط بعد كده الدقيق ويقلب قلب 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 وكان عمل حلويات وكلها. انت مبسوط يا ارنوب؟ توته توته باظت الحدود، قصدي باظت التورته. حلوه ولا بايظه؟ بايظه. بايظه؟ ماشي يلا شكرا يا اصحابنا. ايوه ده بيشوف تاني. اه قصص تانيه بس كتير. مش عايزين الكتاب خلاص. مش عايز اسيبه. اه شاب الكتاب. يلا بينا يا اصحابنا بقى. انا داخل. افتحي الصندوق ده. بص يا اصحابنا انا لقيت هديه. ماما جابت لي هدية جميلة 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 جميلة. يا ترى فيها ايه دي؟ مش عارفة. الله جميلة. انا هسيب ده. اه ضحكت عليه ماما. ايه يا ماما اللي انت عاملاه ده يا ماما؟ ماما دش. قولي يا ماما بتعملي ايه؟ ماما بتعملي ايه؟ ويني ويني ويني. يلا يا ماما جابت لي. اه يما والله فيها كده. فيها كده عشان ما لازم نرتب حاجتنا ورانا. وجينا ايه؟ بصوا اصحابنا بقى انا هكمل لكم القصه المره الجايه. وانا دلوقتي مش دلوقتي. انا الصوره دي مش حلوه نغير. الله انا وماما وبابا واخواتي. انا بس اللي نطلع السلم ده. عايز اطلع السلم. انا عايزه بابا. عايز اطلع اوضتي انام. تعبان جدا خلاص. عملت اكل كتير وكلت. ليه مش عايز تكمل مع اصحابك؟